دفنت في البقيع بالمدينة المنورة وصلى عليها 50,000 مسلم، ولقبت بخطافة الرجال منى داغر. وتعرف على قصتها. أهلا بكم. منى داغر ممثلة استقراطية أطلق عليها الجمهور لقب خطافة الرجال. اشتهرت بأدوار الفتاة الشريرة الحقودة، واحدة من أشهر عائلة فنية في تاريخ الفن المصري. والدتها أول فنانة لبنانية تمثل في مصر، ولقبت بأم السينما المصرية. وتعتبر منى أول ممثلة مسيحية تدفن في البقيع بالمملكة العربية السعودية، وولدت ابنتها في الحج. وصلى عليها أثناء صلاة جنازتها ما يقارب من 50,000 شخص بالمدينة المنورة. اسمها الحقيقي ألين داغر، ولدت يوم 13 من نوفمبر عام 23، واختارت اسمها الفني لتصبح الممثلة المصرية منى. والدتها هي الفنانة والمنتجة آسيا داغر، التي قدمت أول فيلم قصير في تاريخ السينما اللبنانية، وهو تحت ظلال الأرز عام 22، أي بعد عامين من الاحتلال الفرنسي. سافرت إلى مصر بصحبة ابنتها الوحيدة ألين وشقيقتها وابنتها الفنانة ماري كوين. آسيا داغر والدة الفنانة منى داغر. آسيا داغر والدة الفنانة منى داغر. ماري كوين ابنة خالة الفنانة منى داغر. حيث أقامت بالإسكندرية مع ابن عمها أسعد داغر الذي كان صحفيا في جريدة الأهرام. قدمت منى أول تجاربها التمثيلية في السينما من خلال فيلم أم مجنان عام 44، وهو بطولة إسماعيل ياسين وعبد الفتاح القصري وزينة صدقي. اشتهرت بأدوار الفتاة الشريرة والحقودة في أغلبية أدوارها، وقدمت ما يقارب من 20 فيلما من إنتاج والدتها، وأبرزها فيلم الجيل الجديد وهذا جناه أبي والقلب له واحد وأم السعد وست البيت وساعة لقلبك وشاطئ الغرام والدنيا حلوة وحياتي أنت وظلمت روحي وآمال ونشال هانم وغيرهم من الأعمال. أحبت شاب يدعى علي منصور أنجح وأشهر المحامين في الخمسينيات، وذلك بعد قصة حب جمعتهما أثناء تصوير فيلمها يا ظلمني. الفنانة منى داغر وزوجها علي منصور. واحترم الثنائي عقيدتهما وتعهدوا بأن يبذل كل منهما نفسه في إسعاد الآخر، وأشهرت إسلامها بعد زواج دام لمدة 5 شهور، وذلك بعدما نال زوجها إعجابها سواء في الأخلاق أو الالتزام بالعبادة. وقررت أن تؤدي مناسك الحج وكانت وقتها حامل، وأنجبت أثناء تأديتها فريضة الحج ابنتها الكبرى والتي أطلقت عليها اسم فاطمة الزهراء، ثم أنجبت 3 بنات. ثم اعتزلت مجال التمثيل ودخلت مع والدتها المنتجة آسيا داغر حربا شرسة لحرق جميع أفلامها، لكن والدتها رفضت تلبية أمنيتها مبررة لها بأن أفلامها إنتاج وتاريخ سينمائي لا يمكن إطلاقا أن يمحو من التاريخ. ومن أبرز الأحلام التي كانت تراود الفنانة منى داغر طوال حياتها أن تدفن في المدينة المنورة لترحل عن عالمنا يوم 6 يونيو عام 2000، لتدفن في البقيع المقبرة الرئيسية لأهل المدينة المنورة، ويصلي عليها ما لا يقل عن 50,000 مصلي داخل المسجد النبوي. وتعد الفنانة الراحلة واحدة من أشهر النجمات التي قدمن دور الفتاة الشريرة التي تدبر المكائد، فقد حصرها المنتجون في أدوار معينة. وبرعت منى بالفعل في أداء هذه الشخصيات.
اسمها الحقيقي إيلين داغر، وهي ابنة المنتجة الكبيرة آسيا داغر، كما أن ابنة خالتها هي الفنانة ماري كويني. هاجرت إيلين مع والدتها المنتجة الشهيرة إلى مصر عقب وفاة والدها، وقامت والدتها بإنشاء شركة إنتاج سينمائي تحمل اسم لوتس فيلم. عشقت إيلين التمثيل وأرادت دخول الفن بعدما نصحها المقربون منها بتغيير اسمها إلى منى حتى يكون قريبا من الجمهور. وفي عام 54 اعتزلت منى مجال التمثيل بعد أن وجدت أن أدوارها متشابهة ولم تعد تستطيع تقديم أي جديد، خاصة وأن المخرجين والمنتجين حصروها في دور الفتاة الشريرة خطافة الرجالة. في عام 55 تزوجت منى من رجل القانون الشهير علي منصور بعد أن أشهرت إسلامها. ومن أعمالها في السينما فيلم يا ظالمني ولمين هواك ونشال هانم وأمال وظلمت روحي وقدم الخير وحياتي أنت وأنا وحدي ومن القلب للقلب وست البيت. إضافة إلى أعمال صحيت غرامي والدنيا حلوة وشاطئ الغرام وساعة لقلبك والواجب وأم السعد والقلب له واحد وهذا جناه أبي والجيل الجديد وأما جنان. وتزوجت الفنانة الراحلة مرتين، المرة الأولى عندما كانت تبلغ من العمر 16 عاما فقط من علي برهان، لم يستمر زواجها الأول سوى عامين وأشهرت إسلامها. وبعد أن اعتزلت شاهدت زوجها علي منصور الذي كان محاميا لأمها، وكانت تتردد على مكتبه وحصلت القسمة وتزوجها. الفنانة منى داغر وهي صغيرة. الفنانة منى داغر مع حفيدتها.